ايضا نرحب بالسيدة أمنة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وباسمها نرحب ايضا بأعضاء المجلس وايضا المجالس الجهوية. ألف مرحبا اليوم ثم تلقي مجموعة وساد دبر وساد. المجلس من تعابير الحق لفت الانتباه أولا إلى الإمكانيات الواعدة والمزدوجة التي تزخر بها كل التعابير الفنية والأدبية والفكرية من أجل حماية الحق والنهوض به على مختلف المستويات والأصعدة. طبعا الحال ارتأينا بأن كل سنة سنقدم أشكال وأنماط متعددة للتنوع الثقافي والهوية المتعددة للمجتمع المغربي. اليوم ستتابعون معنا ما بين الأطفال في وضعية إعاقة إلى جانب النساء وكذلك الأطفال الذين سيقدمون مسرحية ذات أهمية ديال مناهضة العنف ضد النساء إلى جانب الفن الشعبي الأصيل والفن الإفريقي. كل هذه هي تعابير وبها يعبر المجتمع المغربي عن مشاعره، عن ارتداراته، وكذلك عن ما يحسه وما يخالجه ويقتسمه مع الآخرين ومع الثقافات الأخرى. أولا لابد أن أشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفة الرئيسة أمينة أبو عياش، وكذلك هذا التكريم هو إضافة نوعية في مساري أو في تكريماتي السابقة، لأنه جاء من وسط أو من مجتمع حقوقي يهتم بحقوق الإنسان ويهتم بحقوق ويعنى بالحقوق المرأة، وهذا هو ما أشتغل عليه في كل في رواياتي وفي الشعر وكذلك في السرد. لهذا الاحتفاء بهذا الاحتفاء هو احتفاء بالمرأة الساردة والمرأة الشاعرة، وكذلك احتفاء بالكلمة المضيئة والكلمة التي تؤمن بالمستقبل والكلمة التي يمكن من الممكن أن تخلخل المبادئ العقيمة وتفتح مجال وأفق مجالات وأفق وآفاق أخرى للإبداع وكذلك في المجتمع العربي.